مع استمرار حالة الانسداد السياسي وعجز القوى الليبية عن التوصل إلى تسوية تمكن من حل أزمة الحكومة، برزت من جديد مواقف في الأوساط السياسية والشعبية تدعو إلى اتفاق بين أطراف النزاع المستمر منذ 7 سنين. ترافق ذلك مع إطلاق مبادرة جديدة لإيجاد مخرج للأزمة تسهم في صياغته جميع المكونات السياسية والأمنية في البلاد. بقدرة قادر يعني ما تم استكمال هذا العرس اللي احنا كنا نتمنى انه يستكمل، وتم قطع الطريق، واحنا مش في باب ان احنا مثال بنلوم ومن قطع الطريق وما قطعش، احنا بأيد اي مبادرة تدعم اجراء الانتخابات. خطوة يشدد الحاضرون هنا على انها فرصة لانقاذ البلاد التي تعيش مرحلة بالغة الدقة من تاريخها، تشكل تحديا حقيقيا قد تنتج عنه تطورات سياسية وعسكرية تقوض الانتقال السلمي للسلطة. لا تتوقف المبادرات الداخلية، يرافقها حرك الشارع للضغط على الأفرقاء الليبيين بهدف حل الأزمة السياسية التي يفاقمها وجود حكومتين تتنازعان على الشرعية. أما مجلس النواب والأعلى للدولة فبقيا على مواقفهما بشأن تعديلات الدستور وتشكيل حكومة بديلة للحالية، وهو ما يعطل البدء في تنفيذ بنود خريطة الطريق المستحدثة لأجل الانتخابات المؤجلة. هذه الحكومة سببت انقسام سياسي كما شاهدناها اليوم، أصبحت هناك حكومتين، وبالتالي نحن في حزب التغيير ندعو مجلسي النواب والدولة من خلال بيان أصدره حزب التغيير أن يركزا على تدليل المعوقات التي عاقت بالفعل الانتخابات بدلا عن التركيز على تغيير السلطات التنفيذية. وفي وقت تضغط فيه البعثة الأممية باتجاه الحفاظ على الاستقرار الأمني، بقيت قرارات رئيس البرلمان عقيلة صالح المبنية على مرحلة انتقالية تاسعة تراوح مكانها دون أن تتحول إلى مسار للحل. عبد الناصر خالد، العربي، طرابلس.